سلام خوتي الاعزاء، كنتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في قناه ايموبيلي طونجيل. ان كنتواجدوا في نوينوج، هذا المنطقه هذه كيسميوها فدان تشابو. كاين واحد القطعه ارضيه هنايا، هذا الموقع ديالو، ولكن كيتباع غير النص. في كاين هذيك الشجره ديال الشفارجيل نتاعها، تبعوا معايا باش نعطيكم معلومات كلشي التفاصيل. تابوناو معنا الخوت اللي باقي ما مشتركينش باش كيوصل لكم الجديد. هادي الزنقة ديال 4 متر، هو دا من هنا، يعني القطعة اللي كتباع مع تشفارجيلة هادي تحت، ها قطعة كاملة، ولكن السيد كيبيع لك غير النص، كيبيع لك اتجاه التحتاني، ها قطعة كاملة كيبيع لك من هنا تحت، ها القطعة اللي كتباع. تبعو معايا، الله يجازيكم بالخير، بارطاجيو لعائلة أصدقاء ديالكم باش كتساعدوهم يوصلوا لنوع العقار اللي يناسبهم ويعجبهم إن شاء الله في القناة ديالي. ها هي من هنا، ها كتباع هاد الطرف هذا. هذا الطرف هذا، هنا تعمل شي فيلا ديالك ولا شي دار بحال هيدا، وعيش الحياة السعيدة. ها البحر كيبان من هنايا، اسبانيا كاملة كتبان من هنايا، كوستا ديالها ها هادي كاملة. العرض ديالها شحال يكون من هنا؟ 18 متر ديال العرض، 18 هاي ديك 15 د مترو غيكون من العرض. هيدا كما قلت لكم كيتباع غير هذا النص هذا التحتاني، اما فوقاني ديال السيد غيبني فيه السكنه ديالو. الارض ملكيه، ما كاين لا مشاكل لا والو، يعني كتشري من عند مول الاصل، مول الاصل الاولاني ديال هاي فين حتى هنا حتى هذا الرجمه هذا سي هاد الصورة هايدا لما تجي هايدا وكطلع بحالك الفوق هايدا فهمتيني. ما بين داك الدار من هنايا غيبيع لك هو غير النص، داك النص فوقاني غيبني فيه السكنة ديالو، كيبيع لك هو غير هذا النص هذا التحتاني. أنا قلت لك الأرض ملكية أبا عنجا، أنت كتشري من عند الأصل، ماشي واحد شاري من عند واحد وهذا شاري من عند هذا، كتشري من عند دوريجين، من عند الأصلي مولا الأرض. فهمتي شو على المنظر من هنايا كيف جيبو لك اسبانيا، ها منظر بانورامي كيبان هنايا، ها شوف المنظر من هنا. الثمن ديال اخوتي العزاز 1000 درهم للمترو، يبيعها لك الخوت اللي كيقولوا لي بغينا شي طرف يكون كيطالع على البحر. ها هو فين هو، ومي غادي تبني هنا الطبقه الاولى الثانيه كتزيد تفجش، كتزيد كل ما كتزيد تعلي كتزيد تفجش، سي كيزيد. انا قلت لك كتجي مهندس كيعبر لك قطعه ديالك هنا، انا قلت لك هذه غادي يكون فيها واحد 700، يعني هو يبيع لك هذا النص التحتاني هذا اللي من هنايا، غتكون هنا ديك 350. انا قلت لك هو يبيع لك النص، ما يقدرش يبيعها لك كامله حيت من فوقي غيبني السكنه ديالو. الله يسهل على كل واحد بالسكنه ديالو كل ما كيتمنى. انا قلت لكم هنا غادي تكون دايزه الزنقه ديال الارض، ما بين ديك الدار اللي ملبسه والدار اللي صفراء تما الزنقه ديال 4 متر، هو هذا هتهود غادي تهود، هو عاوتاني خلي واحد الشويش، وانت عاوتاني هنايا كتخلي شويش كتصدق الزنقه واسعه، تعمل الدار بالكراج ديالك ولا شي فيلا هنايا باش كتدخل السياره ديالك، حيت من تما الزنقه دار 4، الزنقه دار 4 كتدخل، ولكن هنايا حاول توسع، حاول توسع هنا باش تدخل السياره ديالك باش ما تشوتشي على راسك. انا الحمد لله دائما كنتوصلوا بالجديد اخوتي العزاز. المنظر غزال هنا، شتي على المنظر هنا كتباع قطعة أرضية فقط، قطعة اللي تكلمت لكم عليها وحدة فقط، هادو كتسمى عائلة وحدة، عائلة وحدة هادو كاملين فاميليا وحدة. أنا قلت لكم يعني السيد كيبيع لكم النص ديالها النص التحتاني. كنوضح باش الخوت كاين اللي فاهم ديالهم تقيل ما كيفهموش، عاوتاني كنوضح لهم باش يفهموا مزيان. شجرة الزيتون هنايا، ها هي الزيتون، هادي عاوتاني ديال الكرموس، هاهي ها القطعة جات مزيونة في الصالة ديالها، مجاتش مروبزة. أنا قلت لك هي كاملة هيدا فيها 700، تقسم على جوج كتبقى 750،
تقسم على جوج كتبقى 350 متر. يبقى 350 د متر هذا. انا قلت لك هذه الزنقه شيا هذا الحيط هذه اللي هنا 4 متر هواد. ها هي قطعه هي هذه اللي على يدي اليمين. هذه اللي يدي اليمين هي هذه اللي ما جا هيدا تاكي بالك النص التحتاني. الفلوس واش دينا اخوتي العزاز؟ يجي مرحبا لاقاه بالسيد يعيط المهندس يعبر له القطعه ديالو يخلص السيد يدي الوريقات ديالو. ها هي الارض انا كنقول لك كتشري من عند الاصل ما كاين لا مشاكل لا والو مولينها معروفين خوتي العزاز. اللي بغى يجي يشوفها نطلعو من هنايا يعطيني 100 درهم على حسب انا ما كنسكنش هنايا صافي وكيمشي لي الوقت كما لاحظتوا هو كيبان بحر من هنايا منظر بانورامي غزال صافي على حسب كي بنادم كتعدم معاه كتخرج معاه حتى هنا في الاخر كيقول لك شكرا سيني حنا في 2020 دابا ماشي الوقت ديال شكرا خوتي العزاز. اللي فلوسو واجدين مرحبا وناوين معقول باغي يشري الطريف هذا حيت بزاف الخوت اتصلوا بيا كيقولوا لي بغينا قطعه ارضيه في نوين واش تكون كطالع على البحر. هاي انا اليوم جيتكم قطعه ارضيه. دخلوا القناه ديالي تابوناو فيها وباقي الخير من قدام الحمد لله دائما كنتوصلوا بالجديد. ما نطولش عليكم فيديو كنشكركم بزاف وراكم عزازين والسلام عليكم. خوتي العزاز كنتواجدوا نوين واش هذه هي الخارجه ديال نوين واش كما قلتكم اخوتي هذيك الارض 1000 درهم يبيع مولا المساحه الاجماليه 700 كتقسم على جوج القطعه اللي كتسبع هي التحتانيه اللي كتشوف البحر عندها جوج ديال الواجهات ماشي عندها جوج واجهه وحده هي اللي كتشوف البحر واجهه وحده كتشوف البحر على يدنا هذا الشمال. وخلي لكم الرقم ديال الهاتف ديالي اللي فيه الواتساب اللي كيامر الامر مرحبا اللي مهتم مرحبا. الدنيا مزيونة كما لاحظتو نوين واش الدخلة ديالها هي من الرامبون د طلعة دمنار فين كيعملو باراج الاتجاه كتقلب على يدك د اليمين هادي هي منطقة نوين واش اللي عندو شي بارت ماشي ميزة كيبيعها فشي تمن مزيون يعيطلي شي بارت ما في ديك العمارات قدامين دي المدينة شي 65-70 مليون هادي هي الهبطة ديال نوين واش هي هادي كيما لاحظتو هنايا باش نوين واش الهوا ديالها نقي الهوا نقي الناس ديالها مزيانين يعني. والارض جات مفجة كيبان بحار كيبان منظر مزيان مواصلات شتي اش كتبان طنجة من هنايا السيارة ديالك تمد صعب ديك الطرد الأرض هاديك تحاولوا تابوناو معنا في هاد الباج ديال الفيسبوك عاد فتحتها جديدة اللي فيها 21000 متابع ايموبيلي واحد طنجي هادي كنزل فيها التصاور وقناة اليوتيوب كنزل فيها فيديوز ايموبيلي طنجي هادي هي الخارجة ديال نوين واش يعني منين انا وسط المدينة من قطعة ارضية من وسط المدينة عندك واحد 13 دقايق هايداك 12 دقايق الا كنتي كتعرف تسوق عندك طول نقية تعمل بقال خوتي العزاز ما نطولش عليكم الفيديو كنشكركم بزاف كما لاحظتوا هذا المنظر الرائع الخلاب
هذيك الارض سيدي ادريس هي باقا موجوده 102 متر وجد الواجهات شارع العشرين والعشره، الثمن 6800 6700 درهم تبيعها مولات. اللي بغى يدخل عن الواتساب صرب له الفيديو ديالها. كوستات اسبانيا كامله كتبان من تما.